كان يواكب هذا الاحتفال اللي انت قاعد تشوفه على الشاشة اليوم حضور الشخصيات لهذه المناسبة كما هو الحاصل في مثلا ميادين كنتاكي أمريكا أو حتى في إنجلترا، حضور الشخصيات بالزي المختلف يعني لها طابع خاص الفروسية، شخصيات عالمية نتكلم عنها، رياضيا شفنا فيرغسون السير أليكس فيرغسون متواجد في المسابقة، ليست فقط هي الرياضة ما يقدم من خلالها هو السباق الأرقام القياسية وهي مهمة، ولكن أيضا مثل هذا التواجد يبعث مضامين وقوة ناعمة لكل من يتابعها. أكيد، أولا كل عام مملكتنا الحبيبة بخير وعافية، وإن شاء الله دائما نراها في تطور مستمر وازدهار، وهذا الشيء يسعد جميع الشعب السعودي بهذا الصورة الحقيقية التي بدأت تظهر للعالم إيش إمكانيات المملكة العربية السعودية وإيش تاريخ المملكة العربية. وحضور هذا الكم الكبير من جميع أنحاء العالم لهذه الرياضة ولهذه المهرجانات ونرى وترى بعينها ما هي تطور المملكة العربية السعودية. نحن طبعا من هدف المملكة العربية السعودية ربطت الماضي بالحاضر وبدأت توصل رسائل عالمية لكل أن المملكة لها تاريخ ولها أساس ولها قوة ومكانة في حضارتها، في زيها، في لغتها، في تراثها، في مستقبلها. يعني هذه رسائل الحقيقة بنرسلها بفكر وتطوري حديث. انتهت عملية تقديم الفكر بطريقة تشعر العالم أو ترغب العالم بالبحث عنك وليس أنت اللي تذهب لهم. الآن العالم كله بيبحث إيش هذا التطور اللي صار في المملكة العربية السعودية وما هي الفكر الحديث اللي بيستخدموه. إنها استغلت طبعاً، استغلينا الرياضة بطريقة مثالية جداً، بطريقة قدمناها للعالم بالزي، باللبس، بالحضور، بالمسابقات العظيمة اللي بتجيبها لتجبر العالم أن يتابعك. فما معقول إنك تسوي مناسبة كبيرة بهذا الحجم ولا يتابعها كبارية العالم ولا مشاهير العالم والمؤثرين في العالم بهذا. فالحقيقة أنا أهنئ المملكة العربية السعودية بهذا الفكر العظيم، وكيف الناس الآن بدأت تشتغل في المملكة والشباب السعودي الذي بدأ يتطور بتقديم صورة حقيقية للمملكة العربية السعودية التي تسعدنا وتسعد الشعب السعودي أن نكون يرون العالم بالصورة الحقيقية اللي نحن بنتطور فيها. شكرا لكل من قام، وطبعا هذا كله بتوجيهات ورعاية خادم الحرمين الشريفين والملهم سمو ولي العهد الذي وضع الاستراتيجية، وضع المبادرات، وضع الخطة كيف تظهر قوة المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، في الرياضة، في الاقتصاد، في السياسة، في كل شيء أمام العالم. ونشكر الكل العاملين مع سموه على هذا الإنجاز. يوم غد إن شاء الله 7 جياد ستكون من المملكة العربية السعودية، جوادان لأبناء الملك عبد الله، وكذلك الأمير سعود بن سلمان بطل إحدى النسخ يدخل في هذا المساء. لدينا أيضا لفيصل القحطاني أيضا حضور، وكذلك لشرف الحريري كذلك حضور، وديفند للدكتور مهيدب المهيدب حضور، وأخيرا وليس آخرا وهو وايت أباريو. طبعا ديفند ووايت أباريو تقريبا هي الاسمين اللي تراهن عليها المملكة العربية السعودية بشكل كبير. يوم غد إن شاء الله تكون الفرحة وتكون النهاية كما شهدتها النهايات في الأعوام الماضية، حينما فاز الأمير سعود بن سلمان، أو حينما توج الأمير عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل بجواده مشرف. الكل كان سعيد، ويوم غد إن شاء الله السعادة الأعم نجاح هذا المهرجان، والأخص أن يبقى الكأس في المملكة العربية السعودية.